قصة عنوانها الطموح، بطلها عمي مسعود من ولاية الوادي، مسن رفع التحدي بشعار العزيمة والإصرار، فأبى إلا أن يجتاز امتحان شهادة البكالوريا رغم تقدمه في السن. تبعنا العمل اللي خلينا للتعليم، هنا رجعنا للتعليم بعد ما هزينا الريتريت ولا كيما يقولوا التقاعد. هنا رجعنا، انا متخرج متصرف اداري من البلديه. لا 80 كيلو ولا هكذا، كي مش عايق المسافه، مش عايق العلم، ما عندوش عايق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اطلبوا العلم من المهد الى اللحد، فهمت؟ وجاء اطلبوا المهد العلم ولو في الصين، في حديث اخر يقول ان الملائكه تتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل. على مسافة تفوق 80 كيلومتر ذهابا وإيابا، رافقت كاميرا تلفزيون النهار عمي مسعود وهو يلج مركز إجراء امتحان البكالوريا ويشارك زملائه المترشحين، حيث عمل على الرفع من معنوياتهم، فهو الذي تحوذه الإرادة الفذة. العلم في الحقيقة ليس مرتبط بسن معين، العلم ليس له سن، وكما قال الحاج مسعود الحقيقة هذه تدرس وتكتب بماء الذهب. قال أني لن أتوقف عن المحاولة لاجتياز البكالوريا إلا إذا توقفت البكالوريا أو توقفت أنا. هذه الحكمة أو هذه العبارة لابد أن يضعها كل شاب نصب عينيه. إيمانه أن لا شيء يستحيل بوجود إرادة تدفع لتحقيق الحلم، وقناعة تملي عليه أن العلم لا يقاس بالعمر، فطلبه من المهد إلى اللحد ليكون عمي مسعود مثال للمثابرة والتحدي من أجل نيل العلم.